منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي بلغت شهرها التاسع، تظاهر عشرات آلاف الإيطاليين بالعاصمة روما لمطالبة حكومة بلادهم بالتوقف عن إرسال الأسلحة لأوكرانيا، وذلك بغية دعم السلام بالمنطقة. إيطاليا التي تعتبر أحد الأعضاء المؤسسين لحلف شمال الأطلسي تدعم أوكرانيا منذ بدء النزاع نهاية شهر فبراير عن طريق تزويدها بالأسلحة الخاصة. ومن جهتها أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الأمر لن يتغير، وأن الحكومة تخطط لإرسال معدات عسكرية إضافية قريبا. ويرى رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي أن على إيطاليا تكثيف المفاوضات بدل شحن النزاع. ومن جانب آخر، تعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع من بينهم إيطاليا بمواصلة دعم أوكرانيا، في حين جددوا دعوتهم إلى موسكو إلى الوقف الفوري للأزمة الجارية بين البلدين.